نحوس الله تعالى وفقنا الله سبحانه وتعالى وكل احد ديال حزب التجمع الوطني الاحرار باقليم تاونات تيسا تاونات. انا بالنسبه لي حصل لي الشرف قلت لكم في الاول حصل لي الشرف ديال الاقليم ديالي ومسقط الراس ديالي الحمد لله ولله الحمد باش يمكن ليا نعطي فيه شي حاجه اللي خاصها تكون باش تبدل الراي العام ديال الاقليم. وهذا هو المبتغى ان شاء الله. بقى العمر طويل وبقينا بالحياه وبقينا اقليم تيسا نرجع له الهيمنه ديالو ونرجع له الصوره ديالو الحقيقيه. بالنسبه لي انا الحمد لله ولله الحمد حصل لي شرف باش نخدم ورضي المنطقه ديالي. وانا الى بقى العمر طويل وكذا لقيد الحياه باغي نعمل شي حاجه اللي يمكن ليا يوم لقاء الله ترحم بها يوم القيامه. لهذا انا عزيز عليا باش نخدم بلادي ونخدم مسقط راسي والقيم ديالنا ديال تاونات يمكن له ان شاء الله الى بقى العمر طويل غادي يشوف النور وغادي يزيد لقدام ان شاء الله تعالى. بدايه بغيت نشكركم على الحضور ديالكم تتبع الانشطه ديال حزب التجمع الوطني الاحرار باقليم تاونات. هذا اللقاء هذا جنب مجموعه من التولي ديالنا المنصب الاقليمي ديال حزب التجمع الوطني الاحرار بتاونات. لقاء غيواليه مجموعه من اللقاءات اخرى داخل اقليم تاونات في دائره تاونات ودائره غفصه ودائره قضيه بو محمد. بطبيعه الحال حنا كمنسق كنا فاعلين داخل هذا الاقليم الوطني العزيز. غادي يمكن نوجه كلمه شكر السيد رئيس الحزب التجمع الوطني الاحرار اللي عطى التعليمات ديالو اعضاء المكتب السياسي وجميع الفعاليات الموازيه اللي كتنشط مع حزب التجمع الوطني الاحرار باش يدعمونا ويواكبونا والحضور ديالهم نكون في اي وقت احتاجيناهم. هذا اللقاء اليوم كان واحد اللقاء متميز، كان نقاش مثمر، كان تواصل الاخوان ديالنا اعضاء المكتب السياسي مع المواطنين ديالنا ديال دائره ديال جامعه تيسا. هذا اللقاء كما كتشوفوا كان واحد الحضور عنده فيه حاضرين فيه كفاءات فيه طلبه فيه مناضلين ديال التجمع الوطني وكان الناس اللي يلاه التحقوا بنا جداد وكيواكبوا هذا المسار اللي غادي فيه التجمع الوطني الاحرار. بطبيعه الحال الطموح ديالنا هو اننا نكونوا عند حسن ظن هاد الناس هادو وعند حسن المواطنين ديالنا والمناضلين ديال التجمع الوطني الاحرار وعند حسن ظن صاحب الجلاله نصر الله وايده. السيد الرئيس هو السيد الحاج منصوف واحد الشخصيه اللي معروفه داخل اقليم تاونات. قبل ما يجي كسياسي كان واحد الانسان اللي عنده واحد المكانه خاصه داخل اقليم تاونات. الاعمال الاخرى كيقوم بها وعارفينها الناس ديال اقليم تاونات. بطبيعه الحال ربما ما يمكنش نبغي نقولها انا لان اعمال ديالو واصله داخل اقليم تاونات وعارفينها الساكنه وعارفينها المواطنين. والتجمع الوطني كيعرف واحد الديناميه جديده، عين واحد المنصب حنا اللي جبت قياده التجمع الوطني الحركه كنسيروه. وان شاء الله غادي يكون عند حسن المواطنين ديالنا ان شاء الله والتزكيه ديالو ما غاديش كانت عليها الاجماع باذن الله داخل الاقليم. اليوم كنتواجدوا بمدينه تيسا اقليم تاونات الحزب التجمع الوطني الاحرار كيعرف واحد الديناميه جديده في الاقليم. اللقاء ديالنا اليوم كان مع المناضلين والمناضلات ديال الحزب في هذا الاقليم هذا وخصوصا في هذه المدينه. كيندرج في الاطار اللقاءات اللي كتنظمها المنظمه الجهويه ديال الجهه ديال فاس مكناس والحمد لله كان لقاء ناجح. بالمناسبه نبغي نهني المنسق الاقليمي الجديد وعلى التعيين ديالو ونتمنى له واحد الحظ موفق ان شاء الله باش. واليوم اللقاء ديال الشباب ديال اليوم اللي بينوا على واحد الكفاءه كبيره وكما كنشوفوا الشباب ديال مدينه تيسا اللي عندهم طاقات كبيره ونتمنى لهم حظ موفق. حضرنا اليوم بمنطقه تيسا جهه فاس مكناس هذا اللقاء اللي كان تبارك الله حافل بوجود تحت اشراف السيد المنسق الاقليمي اللي كنرحبوا به. انا اول مره غادي نشوفه مباشره بعد ما تولى المنصب ديالو ونلتقى مع السيد الرئيس عزيز خنوش. هنيئا ومرحبا بك معنا وان شاء الله هذه بادره الخير لانه كنشوفوا واحد الوجوه شابه في هذه المنطقه اللي غادي تخدم عليها واللي كتعرف شنو هي المشاكل واللي كيعيشوها الشباب اللي حنا كفيدرالية كان دائما كنترافعوا على المشاكل الشباب والشابات في المنطقه او في جميع المناطق المغربيه. كيف ما شفتوا معنا اللقاء راه كيدوى على الابداعات الشبابيه وكيف ما كنعرفوا دائما بانه الشباب عنده واحد العزوف على السياسه، العزوف على الاحزاب والسياسيين، لانه كان وعود كاذبه منذ سنوات، كانت واحد الفئه اللي ما كتهمش الشباب وكتهمش حتى الثقافه اللي كيكونوا
حاملينها هما عندهم كإبداع سواء فنيا أو ثقافيا. حنا دائما كيف ما قلت حتى في الكلمة ديالي، حنا كفيدرالية أو كحزب التجمع الوطني الأحرار كنا دائما كنخدموا على الجامعات، وهاد الجامعات كيكونوا فيهم حتى لي زاتوليي اللي هما الورشات اللي مهتمة بالإبداع والفن المسرح الثقافة، وكانوا دائما الشباب كيكونوا حاضرين معنا في يعني بقوة وكيكملوا معاك الورش كله. هو هذه فرصة باش نعود نقولوا للشباب الوقت هذه ديالكم، ما تخليوش بلاصة لحد آخر اللي يقرر في بلاصتكم، لأنه ملي كتدخل واحد العمل جمعوي وعمل حزبي كيكون واحد العمل مؤطر. هذا العمل المؤطر كيكون مهم لأنه ما بقاش الدور ديال الشباب هو يكون من وراء الكواليس وكيبدا كيعطي غير لا كريتيك، لانه ما عندوش الحق الا ما شاركش فيها. الشباب مهم، الشباب عندنا حنايا الهرم الشبابي في المغرب اللي هو حتى هو مهم، عنده القرار، عنده قوه اقتراحيه وقوه القرار، وهذا مهم للسيروره ديال الديناميه الشبابيه اللي كيعرفها حزب التجمع الوطني الاحرار. زين بستاوي كشابه من مدينه تيسا وكمشاركه في هذا اللي كنعتبرها انا تظاهره، انا جد مسروره وجد سعيده للحضور في هذا التكتل هذا، لان باش تعطي فرصه للشباب انه يناقش وانه يعطي وانه يطرح الافكار ديالو، فهذا بحد ذاته انجاز، لان الشباب في هذا الوقت هذا محتاج لي امن به، واخا كتكون عنده افكار خاصه اللي امنوا بالفكره ديالو ويخليه انه يطرحها على ارض الواقع. يعني لحسن الحظ اننا في اطار هذه الشبيبه هذه قدرنا اننا نتواصلوا مع السياسيين ومع الناس الكبار ديال الحزب باش اننا نطرحوا الافكار ديالنا، باش الافكار ديالنا ما تبقاش حبيسه ديال نفسنا ونخرجوها للواقع باش نلقاو الايمان من الطرف الاخر. ويعني الصراحه الشكر الجزيل لهذا الحزب لانه باش يعطي فرصه للشباب، والشباب هو الاساس وهو يعني كما كنقولوا لا باز ديال المجتمع. يعني احنا محتاجين الافكار الجديده، والافكار الجديده ما كتجي الا مع الشباب.